السي عبد الرحيم الطاس رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن، صدفة خير من ألف ميعاد. سيد الرئيس، بالنسبة للمتتبعين ديال الشأن المحلي ولا رجال الإعلام والفاعلين بمنطقة سيدي مومن، كيشوفوا على أن منطقة سيدي مومن خاصة بزاف د الحوايج، كما شفنا أن العدد الكبير اللي خرج في الوثائق الرسمية ديال وزارة التخطيط على أنه عدد كبير كي فوق مدينة الرباط. منطقة سيدي مومن البنية التحتية ديالها اليوم متهالكة، بصفتكم كمجلس يعني ديال جماعة الدار البيضاء ولا الإخوان على مستوى عمالة الدار البيضاء ولا على مستوى الجهة كيدعموا وواعين بهذه القضية وواعين بالعدد الكبير ديال الساكنة، وربما سيدي مومن كما قلتي كتجي ما بين العشر المدن الكبرى على مستوى الدار البيضاء، هي كجماعة كبر منها واحد العدد على مستوى السكان كبير ديال المغرب، وبالتالي انه الخصاص كاين، ولكن الحمد لله المجهود متوفره، وكنتمنى انه بالتضافر ديال جميع المتدخلين انه سيدي مومن ان شاء الله في افق ديال 3-4 سنين الجايات تنهض ان شاء الله، وتكون في مصاف ديال واحد العدد ديال الجامعات وديال المقاطعات اللي عندها بنيه تحتيه محترمه ومعتبره. سيد الرئيس، انا المجلس ديالكم يعني في السنه الثالثه ديالو بقات لي الا عامين، يعني واش كاين شي جديد في هذا العامين؟ واش كاين شراكات بخصوص البنيه التحتيه من اجل اننا الجديد في هذا العامين اللي باقا هو اننا غادي نشوفوا ان شاء الله المخرجات والنتائج ديال العمل ديال السنين اللي فاتت، وان شاء الله كنشوفوا السكان سيمون انه ان شاء الله في هذه السنه غادي نشوفوا ما تم انجازه، لان هذه السنين كانت فيها اشغال في صمت وكان فيها اشغال في البدايه ديالها، والنتائج غتبدا تخرج ان شاء الله في ابتداء من هذه السنه. السيد الرئيس، الشارع عمر بن الخطاب اللي بدا الشطر ديال الاول ديالو كمل، الشطر الثاني يلاه بدا، كاين عائق واحد ربما هو ديال الكاريان رحمنا البلوك اللي جا محادي للشريع، واش كاين شي خطم انكم تجاوزوا الكاريان ولا غيتم الترحيل ديالو؟ شنو هو الجديد في هذا؟ هو الحمد لله حنا دابا كنستشروا مع المسؤولين ديال الدار البيضاء على مستوى ديال السلطه المحليه، وغادي يكون خير ان شاء الله. انتم كتشوفوا هذاك المشروع اللي كانت متوقف من 1999، والحمد لله بالمجهودات ديال الاخوان على مستوى المجلس استطعنا اننا نخرجوه للوجود، وكان حلم ديال واحد العدد كبير ديال ساكنه سيدي مومن. الحمد لله حنا كنشوفوا هذا الشطر الاول تحقق، والشطر الثاني طور الانجاز، وكنظن ذاك الشطر اللي فيه ديال كارير رحمنا انتم كتعرفوا انه على مستوى ديال الجهه ديال الدار البيضاء انه في افق ديال 2026 ان شاء الله ما غادي يبقى حتى شي سكن صفيحي، بالتالي حنا كنتمنوا ان شاء الله انه ما غاتجي فين تكمل الاشغال ديال عمر بن الخطاب حتى غيكون هذاك الشروع في ترحيل الساكنه ديال الرحام بدا، وبالتالي نكملوا ان شاء الله المشروع في حله جيده و اللي كتنتظرها ساكنه سيدي مومن. سيد الرئيس، هناك بعض متبعين الشان المحلي غاضبين على المجلس ديالكم، شنو تقدر تقول لهم اليوم؟ لان حنا كنقولوا اللي غيغضب علينا ما خصوش يغضب علينا، علاش؟ لانه لسبب بسيط وهذا هو انه الا ما كناش استجبنا ولا ما تجاوبناش مع بعض هذاك، اما لانه ماشي من اختصاصنا وغالبا هذا الشيء اللي كيكون، او لانه هذاك المشروع اللي كيطلبوه بعض الاخوان ما جاش في اطار ديال البرنامج العمل، ولكن الباب ديال الحوار مفتوح والباب ديالنا مفتوح، يعني نقدروا نناقشوا. برنامج العمل ليس قرانا منزل، يعني ممكن اننا نجلسوا نتناقشوا فيه ونتحاوروا فيه ونغيروا فيه.